حتى لو قدرتي تنكري آسيا صباحكم سعيد مرة ثانية. آسيا تزينت بالثوب الأزرق الهلال بعد انتظار بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، طبعا بعد المباراة المثيرة اللي قدم وحوش آسيا وحصدوا فيها كل الجوائز على ملعب سايتاما بعد غياب عن التتويج الآسيوي دام 19 عام. طبعا التتويج جاء بعد فوز الهلال ذهبا وإيابا على فريق أوراوا الياباني وحفاظه على شباكه نظيفة، واللي رفع الكأس الآسيوي طبعا اللاعب الخلوق نجم نادي الهلال محمد الشلهوب. لتتوالى التعليقات من صبر نال، يعني بصراحة ألف مبروك، احنا سعداء جدا 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 بهذا الخبر السعيد. فرحة سعودية عربية، فرحة سعودية عربية. وخلينا نكون يعني بصراحة صريحين، جزء كبير من الجماهير العربية وخصوصا السعودية فرحوا، خصوصا أن محمد الشلهوب هو اللي رفع الكاس. بالتأكيد، تخيل لما تكون محقق 32 بطولة مع نادي الهلال، كل كمان بيتساءل ختامها مسك هذا الموسم هو موسم الاعتزال. يعني أنا أعتقد أن محمد الشلهوب قدم سنوات طويلة من الإبداع والتميز والأخلاق الحميدة، فأنا أعتقد أن هذه صبر 19 سنة، فأعتقد أن هذه أحلى حلقة أخيرة ممكن تصير في مسيرة الشلهوب، ونتمنى بلا شك التوفيق له. نتمنى له يكمل الموسم، إذا يمكن يجيب أكيد دوري أكيد. على كل حال، ليلة استثنائية تنتظر الزعيم وكل محبيه في الرياض. أول تغريدة تلا تتويج نادي الهلال بكأس أبطال آسيا جاءت من المستشار تركي آل الشيخ اللي أعلن خصم 50% لدخول البوليفارد، المطاعم، السينما وكل ما هو داخل البوليفارد في فعاليات موسم الرياض، وفي كمان ليلة الزعيم وهي احتفال عالمي كبير سيقام الخميس المقبل على مسرح محمد عبده في البوليفارد. موسم الرياض ازداد متعه بعد التتويج الهلالي طبعا، وكاميرا صباح الخير يا عرب تواجدت في البوليفارد وايضا في كورنيش جده، وخلونا نشوف كيف كانت الفرحه بالتتويج الهلالي. أهدي هذا الفوز لجميع الأمة الهلالية وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ورئيس الهيئة العامة للرياضة والأسطورة صالح النعيم أبو فهد. حاب أشكر تركي آل الشيخ على التخفيضات هذه، وإحنا الحين يعني مبسوطين مرة ورايحين إحنا البوليفارد. فرحني جوميز وسالم، ومرة فرحانة وعجبوني مرة. أنا حابة أشكر تركي آل الشيخ على كل الفعاليات اللي سواها لنا، وحنا الحين متوجهين للبوليفارد وإن شاء الله. حبيت مرة أشكره وكل الفعاليات، وحب مرة شكرا على تخفيض تركي آل الشيخ. لا جديد، الهلال بطل منذ الأزل، اليوم جبنا السابعة ونفرح اليوم ونفكر إنجازاتنا بكرة. أيوة طبعا. ايضا نادي ليفربول ونادي اتلتيكو مدريد الى جانب شخصيات سياسيه رياضيه فنيه هنأت نادي الهلال بالتتويج وغردت من خلال حسابات على تويتر. ليفربول بالتحديد اعرب عن تطلعه لملاقات بطل ابطال اسيا في كاس العالم للانديه لتاهل الهلال لاول مره في تاريخه بعد التتويج الاسيوي.
على ما يبدو وليس فقط عمل هلال فعال ما يبدو بالتأكيد لصوت يعلو على صوت العرب كرويا في العام 2019. منتخب مصر بطل كأس إفريقيا تحت 23 سنة، منتخب الجزائر بطل كأس أمم إفريقيا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، العهد اللبناني بطل كأس الاتحاد الآسيوي، واللائحة تطول في الختام للمرة المليون. ألف مبروك لكل الهلاليين ولكل العرب على هذه الإنجازات. أنا أكثر واحدة فرحانة. سعيدين جدا بصراحة، يعني كل الإنجازات العربية تخلي البسمة تطلع على شفاهنا، يعني احنا عانينا سنوات طويلة من كثير من الأمور. والفرحة شوف الرياضة مثل الموسيقى، صحيح يعني صحيح. بتجمع، وحقول لك شيء، أنا كنت دايما أشبه حظي بالهلال في الآسيوية، فشكلها حتبتسم. لا أمور زينة، دام الهلال جابها خلاص. يعني هي كانت عقدة بصراحة بالنسبة لنا، سنوات طويلة، العقدة هذه راحت. الله يعينكم على الهلال. والجميل أنه كان يعني اتحادي نصراوي أهلاوي الكل فرحان، لأنه كانت فرحة وطن وفرحة عالم عربي. والله كان. يعني أنا بصراحة يعني أختلف وياك في هالشيء هذا. ليش؟ لأن يعني بلا شك، وهو ترى في النهاية إحنا لازم نتفق أن الموضوع مش وطني، يعني إحنا الحين مشاركة الهلال مشاركته هو آسيويا، ففي كثير من جماهير الأندية الأخرى ما تبي الهلال يفوز، وهذا شيء أبدا شيء من حقوقها، لأن في النهاية ترى هي تعتبر أنا منافسة. أنا ما أتفق معك، منافسة. بس أحس لما مثلا فريق كفريق الهلال يلعب صح. أمام يعني نادي أجنبي، هنا بيصير يعني حب لرفع العلم سواء المملكة العربية السعودية أو أي بلد عربي تاني، فهنا بتصير وهذا اللي يفترض. بس إحنا بنحترم الآراء. الله